أرث ذلك يدينت يدتك يومد بإله ونوبد بادي وأنا أقول سدولي دي بدي قدام وأنا أقول سدولي عدو وأنا تشد ما لنا نجوعن بونا يا نلاقو تشد كو إلهي نجا قبط إلهو كده الله نجا قبط شباب كلي ما شباب كلي ما دنا استاه توا كجرا إلهو نجا قو كان عداني مذوب واللي سلاني قالب واللي أنت وأنا واحد نقول الدلائي واحد نقول عن لين هاي لي واي ما هنا وحي أي يقول لي أنت الرهاد إني أنا قوم الدولي سادة وقتهم بقى شلعي وحينا لو بربري دولة دي حق بني لو بربري معدن تاني الشدال كاني قلبك كان قاس كاني الدون كان أنا قطان بيها بقى جانس كي قوض الله أين هاد ولي ولا أي مالون هاد إسكو راعي لهايين أو أنتي قضان أنقونا وحيق غيبتي هذا إنسين لهايين حتى وأقلان لهين هاد هاد وأقلان لهين أول سوادي دي جرني أو دولة دي جري وادي دي جرين ما أنت وأقلان لهين مارك إله وعدو قاس نقا قبو تاس حقا نقو قد بايا بعد الدعو مرك كوباد وحان اوهم بليين ايا عيدان كأسلوب تقمان ملك استقو جوغو مرك اللباد كوحدة انكد يباد موسيك او اسكو هقان يان امه هاد علينا ايا حفلة دان غروح دا بادان انيق ايق 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 لفتاي محصوصني وحان لو ذاقي يعني هلمانك وحان لو ذاقي حالة دان إنا جرت نمانك كسراكيش أو تلياش أهل لو ذاقي ما لنسد هذا وحي لهن سو مؤقت تانا يهيد كو سو مؤقت إنا حلقي وهبين دنبيه شاكذا لفتا إساسا مكو حسوست مارك ما أنا هلمانك وحان لو ذاقي مارك هوري بوغ كياك ربضانا دلكو يوكو جرا وح بضانا اللي إلوبا يا معنا مارك كوح ذا عنكد آذان أقول مهد علا وحي انت كدقين اي اقو أمانين عيدان كأسلوبت عيدان كأسلوبت كلي حبسي قان مجوكت وآذان فهميني تلياشان حصوصينا يا عيدان كأسلوبت كلي حبسي قان مجوكت عاو وحي نقفير سنسة هدي للا ذا جرتو ماشي اللي يراه ذا قال كعيما وحين نقفر سنة يعني حفلة ده نقفر سنة يعني ماشوا الدرة هاد مدح وين هالتقاي حرداري جوغا نفس كجرا هذه يبالنا وقجرا بكالنا وقجرا بيت دبنا وقجرا حمرنا محبستي بهيانا وكقي بغاضنا يعني مركز لبتو هبط تايا يرادينا حتى مر يرادينا لكن ما لبضل نفس كجرا وقدم بين هاد كوي عنده كسرنا دبوغ ور عبد قادر أو إذا كي جوهر عن كقرني قبل الله طبعا كقرني إذا كان جوهر كقرني لما هو حنودرني هذه يبقى انتهوا بينا يعني هذه يبقى لودرن مركو هذا قرني واحد برندون تعالوا بديبو برندون تاسوا مداس مرك إذا كوا أم هاد علنينا كواحد أنقط هذا كور أنا تجي قال كعين بقى إيش يا نبى سوق قلي شباب كيف سوق قلي مركو سوق قلي حقا محبة دام كلول يا تكسر عررتين مسه بين بين إيوه حتوسع تابس هزنم ورأني إيوه حاسر لأن حبة دو حار يقدر غيلة ذا أنقط فنتي واود إني أنتو حس الشق دقال كودي أنا غير غيلة ذا كده بودن مدح وين هذا نقول هذا علينا تلاقوين بدن أنت يا ريدو وجوجي لفتيس وأهل السنة أهل اللبس سنة واي سوما يا وحيابة بدن بوقفته شباب كي يولد قال لمي أود ده ذي بدن يدو جبيي هذا واحد من بوا إسرائيل إنه سندب أسر كرين أو مقرن إيسا وسن صبر بارين أو أنكار تجن إذا ما الله جربا لقى بالله الأسلوب تي أنت كربا لما هو الله جربا تاس أنا جا إسكالي وإنا انقلنا هذا لو حمد ترى وماذا يحبسي عن لسنه سان كود السلاحين هلا جش غي أنت كان جلين الدمبيلياشة
oo ciidamadu ay soo qabanayaan oo garsoorku soo xukumay meeshii la gelin lahaa aan dhisno aanan ka sugin hay'ad iyo hooyadeed kaliya aan wax ka sugin aqliya la rabaa sanduuq dhaqaalaan samayn karnaa anagoo baarlamaanka naga la kaashanayno nin walba wuxuu heli karuu ku ridi karaa shaqadana waa soconaysa xooggiina waa haysana shan kun oo qof lix kun oo qof toban kun oo qof xabsi maarte lagu hayaan dhisan karna midki kan talyaani maa dhistay cismaaniintii maa dhistay aan la ogeyn ninkii wax ka sheegay wuxuu ku leeyahy dadkii aan warsaday ani reero xabsi maahayn markii hore dadkii aan weydiiyey wuxuu ku leeyahy sayid barqashaa dhisay xataa midaa yidhino lama ogaba hataa cid dhista waa sheeka soomaali wax la qoray male wax la reebay oo taariikha ma jirto dhibkaas waa jira annagoo hay-adaha nagala la kaashanayn waxaan cunno leh aanan ka fakerin aan waxaan maxabiistan meel la geeya aan dhisno wasaaradaha wax dhiibay waa saddex wasaaradood tii keentay diiwaanadii wasaaradda waxbarashada macalimiin iyo diiwaanay keentay iyo bugaag wax lagu barto iyo wixii wax laga baran lahaa wasaaradda caafimaadka gaari ambalaasa oo aada u cusub bay xabsigan kusoo kordhisay ee iyaduna nasiisay khayr allah ka siiyo wasiirka ma ka reebaayo wasiirka iyo wasiiru dowla yaa baabuurka nagu wareejiyeen maalin horaan hadlay hadda hadal kale ku celi qaar ayaa colaysanaya marka si wada jir ahay noo siiyeen baabuurka waa wada joogeen waa noo dadaaleen gaarigiina wakaa meesha yaallo cusub ambalaaska oo qalabkiisi iyo sariirti iyo wixii oxygenki iyo wixii o dhan waa ku xiran yihin kaasna wasaaraddaa keentay inta intaan soo qabatay waa u mahadinaynaa oo cadowgan soomaalida ka soo qabtay inta hartayna aan soo qabanno oo aan keenno intaan ku haynaynaa waay lacagta jeebka naga ku jirta xabsiga aan ku dhisay inaan ku haynaynaa taasna aan qorshaha ku darsanno maanta haddaad kun dollar iyo laba kun oo dollar iyo saddex kun oo dollar aad dhiibtid adna wax kuma tarayso ciiddana waxbay taraysaa xabsiga nin walba inta fadhiya haddaad u saddex kun oo dollar dhiibo yah ama kunka dollar oo aan qaadanaba aan dhiibno wabilaahi towfiiq waxa waaye xabsiga waa dhismaaya hay-adahan ay nagala qayb galaan masiibada maxaa ka mid ah agaasimahan u ridaaya maray guddoomiyahan u ridaaya masiiba maxaa ka mid ah masiiba waxaa ka mid ah xabsi la-aanta raashin la-aan maaha raashin haddaadan gurigaaga haddaad ka weyso guri kalaad ka helaysaa ood iskala maanta iskala qabayn karta masiiba waxay ka dhacday xabsi la-aanta iyo sida maanta waddanka naga u yi yah sida maanta dadka naga yi dadkaanu waxaan ay samaynayaanba waxay moodayaan inaysan wax dhibaaba lahayn waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee fiisa kaar iyo mastarkaar ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS fiisa kaar waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS mastercar kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududaynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareennada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bankiga keliya ee bixiya adeeg fiisa kaar guud ahaan dalka sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg mastarkaar dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo horey u qaado kaarka kugu habboon.